السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله فيديو مختلف من نوعه، أول مرة أعمله على القناة. بصراحة الفكرة شفتها في قناة الدكتور عمر عبد الكافي وعجبتني الفكرة لما كان عامل حوار مع أحفاده، تمام؟ فأنا هعمل إن شاء الله الحوار النهاردة مع ابني، فيارب الفيديو يكون عجبكم. إن شاء الله نقول في آخر الفيديو كلمتين بساط يعني. معانا بقى الضيف النهاردة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك ايه؟ احمد حلوي. مين سماك احمد احمد؟ بابا. اشمعنى كده؟ بيحب نفسه كده قوي؟ سماك احمد احمد؟ ماشي. عندك كام سنة؟ خمس سنين ونص. علي صوتك. 5 سنين ونص. تمام، عنده 5 سنين ونص، ما شاء الله. طيب جاهز بقى؟ هو موتي بيحب نظام الاسئلة، فهنسأله طبعا اسئلة معانا دلوقتي، في اسئله دينيه والاذكار وكده يعني، ونشوف كده ايه. تمام، بس على صوتك يا مودي كده، ماشي؟ ماشي صوت قوي، ماشي منخفض. يلا، اول سؤال هنقول مثلا: ثلاثة في أما في جزء عامة في أي سورة تسمى؟ سورة الضحى. سورة الضحى، ما شاء الله. طب بقول الآية بقى. فاما اليتيمة. فاما اليتيمة فلا تقهر، واما السائل فلا تنهر، واما بنعمة ربك فحدث. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ثلاثة فأما في جزء عامة في أي سورة تسمى؟ الإجابة في سورة الضحى. أما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. برافو عليك. طيب هنقول أول من أسماء من الرجال: أبو بكر الصديق. أول من أسماء من النساء: خديجة بنت خالد. أول من أسماء من الصبيان: علي بن أبي طالب. من هي الصوامة القوامة؟ حسن بنت عمر الخطاب. ما شاء الله، قوة إلا بالله. من هو الفاروق؟ عمر بن الخطاب. من هو حبر الأمة وترجمان القرآن؟ عبد الله ابن عباس. برافو عليك، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. طيب فاتح مصر؟ عمرو بن العاص. علي صوتك شوية. عمرو بن العاص، شاطر. عندنا كمان هنقول، بسم الله ما شاء الله، استنى. هنسأل أسئلة، ماشي؟ هنقول هو سعادة على فكرة بتديني هو الأسئلة وأنا أجاوب، يعني بيبقى حافظ برضو الأسئلة والإجابة مش الإجابة بس. من هو الصحابي الجليل الذي اهتز لموته عرش الرحمن؟ سعد بن معاذ. سعد بن معاذ، ما شاء الله، قوة إلا بالله. من هي سيدة نساء أهل الجنة؟ الزهراء فاطمة بنت محمد. فاطمة الزهراء بنت محمد عليه الصلاة والسلام، شاطر يا عمودي. عندنا كمان: من هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم؟ خادم خادم أنس بن مالك. أنس بن مالك، شاطر، برافو عليك، ما شاء الله. من هما سيدة شباب أهل الجنة؟ الحسن والحسين. علي صوتك. الحسن والحسين. الحسن والحسين رضي الله عنهما. هما دول أولاد مين؟ أمهم مين وأبوهم مين؟ أمهم الزهراء وأبوهم علي بن أبي طالب. ما شاء الله، أمهم الزهراء فاطمة وأبوهم علي بن أبي طالب. طب وجدهم؟ جدهم محمد عليه الصلاة والسلام. طيب تعرف تقول لي أبناء النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو القاسم وعبد الله وإبراهيم ورقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة. برافو عليك، ما شاء الله، كان عنده 3 صبيان و4 بنات. برافو عليك، القاسم وعبد الله وابراهيم. لا، ده ابوهم بس، هو عندهم 2 بس. ما شاء الله، ما هم 3، ما انت قلت 3 اولاد اللي هم القاسم وعبد الله وابراهيم. لا بس ده ابوهم هو القاسم. لا، هو ابا القاسم، سيدنا محمد ابا القاسم، كان يلقب ابا القاسم. شاطر يا مودي. هنسأل تاني. طيب ما هي اعظم آية في القرآن؟ آية سورة الكرسي. آية الكرسي. برافو عليك، ما شاء الله، عشان بس ما تتلخبطش. في بقى أعظم سورة في القرآن؟ سورة الفاتحة. سورة الفاتحة، عشان هو بس ما بيركز بيتلخبط. دي آية ودي سورة. ودي سورة. برافو، آية الكرسي. حافظ آية الكرسي؟ قولها كده. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات ولا لو ما في السماوات وما في الأرض. وما في الأرض. من ذا الذي يشفع بين يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء. ألا يعدون بشيء من علمه. من علمه. إلا بما شاء. إلا بما شاء. وسع كرسي السماء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. طيب ما هي السورة التي تعدل ثلث القرآن؟ سورة الإخلاص. وبعديها ما هي السورة؟ سؤال بس. ربع القرآن سورة الكافرون. هو عبس السؤال، هو السورة اللي بتعدل ربع القرآن سورة الكافرون، عشان دايما ده بيبقى السؤال ده ورا ده. طيب هنقول ايه تاني؟ أين الله؟ ايه في السماء على العرش. على العرش استوى ما شاء الله. طيب من هو ذو النورين؟ عثمان بن عفان. طب من هي ذات المتوقعين؟ أسماء بنت أبو بكر الصديق رضي الله عنها. من هو سيف الله المسلول؟ خالد بن الوليد. وكان ايه بقى؟ كلمني. لم يهزم في معركة أبدا. لم يهزم في معركة أبدا ما شاء الله، كان أي معركة يدخل فيها ما كانش بيتهزم ما شاء الله. طيب من هو خليل الله؟ خليل؟ أيوة. سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم عليه السلام. ومن هو كليم الله؟ سيدنا موسى. سيدنا موسى عليه السلام. طيب دلوقتي بقى احنا هنقول ايه تاني؟ اللهم ذكرني. طيب هندخل بقى على الأذكار، هندخل بقى على أسئلة الأذكار. تمام مودي، قبل ما ننام بنقول ايه؟ بصي هنا يا مودي، خليك هنا. بنقول آية الكرسي ونقول بسمك اللهم موت وأحيا. بسمك اللهم موت وأحيا، برافو. بيقرأ آية الكرسي والمعوذتين وكله الواحد. طيب أول ما نصحى بقى من النوم أقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وليل النشور. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وليل النشور ما شاء الله. طب لما نيجي نخرج من البيت، أول ما نيجي ننزل بسمك الله وتوكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يلا أما نيجي بقى ندخل الحمام، أعوذ بالله من الخبث والخباث. أعوذ بالله من الخبث. طب ندخل برجلنا مين واحنا داخلين؟ اليسرى. واحنا طالعين واحنا طالعين باليمنى، ونقول واحنا طالعين ايه؟ نقول غفارة غفارة غفارة. كم مرة؟ ثلاث مرات ما شاء الله شطور. طيب لما عند صياح الديك ماذا نقول؟ اللهم اني اسالك من فضلك. عشان هو شاف ايه؟ ملك. طب عند نهيق الحمار ماذا نقول؟ شيطان. هو شاف شيطان. شاف شيطان وبينحى. واحنا بنقول ايه بقى لما نسمع صوته؟ انا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معلي صوتك يا عم، احنا مستمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايوه بنسمع ونقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما شاء الله. طب لما نيجي ناكل؟ ناكل بنقول بسم الله. لما نخلص اكل الحمد لله الذي الذي أطعمني وسقاني من غير لا حول مني ولا قوة. برافو. لما نيجي نلبس الثياب نقول الحمد لله الذي كساني. الحمد لله الذي كساني ورزقني من غير حول مني ولا قوة. تمام. طب لما نيجي نركب السيارة بنقول الحمد لله الذي سخن هذا ولا كنا وكنا ان عبدك وانا الى ربنا منقلبون ما شاء الله تبارك الله. شاطر يا مودي. طبعا في اذكار تانية كتير. طبعا برضو من اداب الطعام في حديث عن الطعام، يا غلام بسم الله كل بيمينك وكل بما يليك. وكل مما يليك، يعني مما يليك يعني بيديك، ما هو ايديك اليمين. ما تاخدش من طبق، خد من طبق قدام قدامك، يعني من قدامك تاكل بايدك اليمين ومن قدامك. طبعا في احاديث تانية ما تاخدش من الطبق التاني. شاطر يا مودي. طيب كم عدد الصلوات في اليوم؟ الفجر 2 والظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ماشي. هما 5 فروض في اليوم والليلة صح؟ ايه اللي زي بعض زي ما انت كنت بتقولي؟ ال ال الفجر مع المغرب مختلفين يعني. ايوه. والعصر والظهر والعشاء مع بعض. هو كان يقولي ان الظهر والعصر والعشاء زي بعض ان هم 4 ركعات صح؟ طيب تعرف اركان الاسلام؟ اركان 5 على 5 بودي الاسلام على 5. تعرف تقوله كم؟
شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وأن محمد رسول الله وإقام وأقم الصلاة وأقم الزكاة وأقد الله صوم رمضان صوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ماشي بخمسة تمام. طيب انت لما بتصلي بقى في اخر حاجة بتعرف تقول التشهد؟ حافظ التشهد اللي هو التحيات التحيات لله والصلاة والسلام السلام عليك يا نبي عبد الله وكيل السلام علينا على عباد الله الصالحين اشهد ان محمد عبده ورسوله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد عبده ورسوله وصلي على محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت في ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. انك حميد مجيد ما شاء الله تبارك الله شاطر يا مودي. هو بحب طبعا في احاديث تاني في احاديث يعني برضو حافظها وفي كمان معاني وفي معاني للصور القصيره اللي هو اخذها. طب قولي يا ماما بركة اقول ايه؟ فاكهة عايز فاكهة. هو بحب برضو الاسئله العامه زي مثلا اسماء فاكهه يعني اقول فاكهه بتبدا بحرف كذا. هو بحب الاسئله دي. طب ماشي هناخد حاجات بسيطه. فاكهه تبدا بحرف الالف اناناس. فاكهه تبدا بحرف الخاء الخاء خوخه. فاكهه تبدا بحرف الكاف الكاف كيوي كيوي. وفي تاني غير الكيوي في كانتالوب كانتالوب انا باكله اصلا مش بتحبه يعني. وعندنا فاكهه تبدا بحرف الجيم الجين الجيم استنى فاكهه في استنى جوافه جوافه صح. وفاكهه تبدا بحرف الباء الباء بطيخ. وايه تاني اقول لك؟ مش هقول لك. اقول قول باركوك باركوك اول ما يفكر فيها وهكذا بقى. وبرده بيحب اساله حيوانات تبدا بحرف كذا. بحب يعني يشغل مخه في الاسئله وبحب موضوع الاسئله. فانا مش عايزه اطول الفيديو. طبعا في اسئله تانية وفي اسئله عامه واسئله كده بنشغل مخهم بيها. بس يعني فيديو بسيط وسهل. طبعا اولادنا يا جماعه هم أمانة في ايدينا فنحاول ان احنا نوصلهم لبر الامان ونعلمهم لان ده السن الصغير ده هو احسن وقت ان يتعلموا فيه. بتبقى الذاكره عندهم كويسه جدا وبيستوعبوا فيها كميه كبيره. اهم حاجه طبعا في حفظ القران والمعاني. ما بنهتمش بس بالحاجات التعليميه الثانيه فقط ولكن برضو نهتم بالاساس حفظ القران وغرز الاداب والقيم والاخلاق في قلوبهم. وطبعا التعليم في الصغر كان نقش على الحجر. وابتك ده زي الكوبايه كده اللي انت هتصبيه فيها هتزرع يعني اللي هتزرعيه هتلاقيه. طبعا برضو اللي شجعه برضو على الاسئله والحاجه دي هو كان في الحضانه في التوحيد. لها فروع كتير طبعا عندنا حضانه التوحيد يعني. فما شاء الله الكتاب برضو اللي فيه الاسئله معظمها يعني من كتاب اقرا وارتقي المستوى الاول. تمام. فانا يعني انا زعلانه جدا ان انا ما دخلتوش سنتين بصراحه لان هو المكان كان بعيد عننا. هو راح سنه واحده بس وما كملتش كمان بموضوع كورونا وكده. كان باقي شهرين او ثلاثه يعني. انا حابه جدا معاهم التعليم ومعجبه بيهم ان هم بيهتموا بالمبادئ والاسئله والحاجات الدينيه والقران بمعانيها. هي فيها اسئله ولكن انا زودت له اسئله ثانيه بما ان فيها قصص عندنا فيها قصص برضو كويسه. فانا مزوده له حاجات من بره بما ان انا لقيته بحب موضوع الاسئله دي جدا. لما بيجي مثلا قبل ما ينام يا ماما يلا اساليني يا زلومه اساليني في اي معلومه حابه اوصلها له بوصلها له عن طريق الاسئله. فهو بص كل يعني الابناء مختلفين عن بعضهم. عندك مثلا ابن بيحب يستوعب الحاجه عن طريق المشاهده. فانت بتخليه يشوف مثلا قصه او حاجه فبتستوعبه عن طريق المشاهدة. في عن طريق السماع بيحب يستمع. في عن طريق الأسئلة. في كل واحد مختلف عن التاني. فما نحاولش بقى المقارنة ما بين الأولاد والتاني. كل واحد له قدراته الخاصة. بس ده كان فيديو النهاردة. بتمنى يعجبكم. لو عجبكم الفيديو يا جماعة يعني بتمنى يعني مثلا انتوا لو عايزين نعمل منه أجزاء تانية لو عايزين نعمل منه أجزاء تانية ممكن نعملها. هنشوف بقى ردودكم ايه على الفيديو ده. مع ان انا حاسه هو الناس هتبقى على قسمين يعني. قسم ممكن يقول
ايه ده انت مش خايف عليه من الحسد وابنك ومش عارفه ايه، الله خير الحافظه وهو ارحم الراحمين. النوع الثاني من الناس في التعليقات ممكن تقول يعني ايه عادي، يعني ايه الاسئله والحاجه دي، يعني شايفينها ان هي بالنسبه لهم حاجه عاديه، حاجه تافهه، فاهمين يعني. فهنشوف كده ردودكم ايه على فهنشوف ايه بقى ردودكم على الاسئله. طبعا احنا دلوقتي بالليل اصلا، لاني مودي بحب الاسئله بالليل يعني، واحنا جايين ننام يلا اساليني. فقلت خلاص زي هو متحمس للفيديو، لما قلت له قال لي اه، فبقاله كذا يوم يلا يا ماما عشان نعمل فيديو، يلا عشان نعمل فيديو. خلاص كده يا مودي؟ اه يلا قول لهم مع السلامه. مع السلامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.